النادي الأهلي أعلن أرقام تيشيرتات ثلاثي الفريق المنضم حديثا رمضان صبحي وحسين الشحات وياسر إبراهيم اللي تم قيدهم في القائمة الأفريقية استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي بكرة الساعة 9 إن شاء الله على ملعب برج العرب. مش عارف الساعة 9 ليه الدنيا تلج في اسكندرية، بس ماشي، دي الاتحاد الأفريقي هو اللي بيحدد ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات. وكده حسين الشحات هيلبس رقم 15. أدي حسين الشحات أهو، واول ظهور يعني كده مش هياخد رقم ابو تريك، ماشي. طيب 15، رمضان صبحي هيلبس 14، وياسر ابراهيم هيلبس 6. ده التدريب كان من ساعات في برج العرب استعدادا لمباراه بيتا كلوب غدا ان شاء الله. وادي محمود وحيد بيظهر لاول مره، حسين الشحات قدامك اهو لاول مره.